اهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل، والحديث موصول حول موضوع الجلوكوما، وده من خلال برنامجنا حكيم عيوننا اللي بيكون ضيفنا الكريم فيه الدكتور عصام حسن استشاري جراحات العيون والليزر. وانا قلت للاستفسار او للحجز او الاستفسار هناك ارقام باستمرار على الشاشه، وهناك ايضا مواقع للتواصل حتى لا اسرف في الحديث. وحديث الدكتور اهم من حديثي، هقول ايه هي اسباب تكوين الجلوكوما، وهل هناك مراحل تطورها؟ يعني هي بتدي بدري وبعدين بيحصل فيها مضاعفات، ولا ملحقه بدري، وايه اللي انا اعرفه، وهل هناك اشخاص اكثر عرضه لهذه الاصابه؟ دكتور عصام اتفضل. احنا قسمناها من شويه لنوعين. النوع الاولاني هو الجلوكوما الخلقيه، واتكلمنا ان هو بيحصل في الاطفال اللي لسه مولودين او في اول 3 سنين، وبعد كده المكتسبه اللي هي بتيجي في اي مرحله تانية من العمر سواء في الشباب او في الشيخوخه. وقلنا ان الجلوكوما المكتسبه ممكن تكون ضيقه الزاويه اللي بتعمل ارتفاع مفاجئ في ضغط العين اللي بيسبب الم شديد، وبنحتاج ندخل المريض حاله طوارئ، وبنحتاج ليزر او عمليات جراحيه مباشره. والنوع الثاني اللي هو الجلوكوما مفتوحه الزاويه، وده ما بيسببش اي الم، وزي ما اتفقنا انه بيكتشف في اثناء الكشف الروتيني او بالصدفه. ده علاجه يا اما علاج دوائي عباره عن مجموعه من القطرات، يا اما بنلجا ان احنا نعمل نوع من الليزر، يا اما بنعمل تدخل جراحي. وقلنا ان في فروقات ما بين شخص وشخص عشان نقدر نختار نوع العلاج المناسب، بيعتمد على حاجات كتير قوي. يعني احنا هنضرب مثال، اذا كان شاب عنده 20 سنه وجاله جلوكوما، بنديله علاج لمده 40 سنه، هذا كلام غير واقعي، فبنلجا للتدخل الجراحي عشان نقلل العامل اللي هو الى حد كبير قد يكون سبب المشكلة كلها، وهو ارتفاع ضغط العين، نقلله لأقل درجة ممكنة، ونبدأ نستخدم أقل حاجة من القطرات عشان نحافظ على الرؤية وعلى العصب البصري. أما لو كان جه حد مثلا عنده 80 سنة والعصب البصري عنده متأثر بنسبة 90%، فكرة التدخل الجراحي هنا غير واردة. بنلجأ لاستخدام مجموعة من القطرات، ممكن تبقى قطرة واحدة، ممكن نوصل لحد 4 قطرات. ساعات بنساعد ببعض العوامل اللي بتحافظ على العصب البصري زي المواد المضادة للأكسدة، بعض الحاجات زي السيدامكس اللي بيقلل الضغط بصوره مباشره. بعض الناس بتبقى عرضه لارتفاع ضغط العين اكتر من الاخرين، الناس السمر او القمحويين اللي هم بشرتهم غامقه بيبقى عندهم اكتر، اللي عندهم تاريخ مرضي في العيله وبالذات اقارب الدرجه الاولى زي الاباء والامهات عندهم جلوكوما بيبقى عندهم عرضه اكثر انه يحصل لهم. اللي بيصابوا ببعض الامراض الخلقيه ذوي المياه البيضاء الخلقيه او متلازمات داخل العين، سواء نقص في التكوين او عيوب في تكوين بعض اجزاء العين، الناس اللي بيتقدم بيهم العمر بيحصل لهم ميه بيضة وبيتقال لهم باللفظ كده استنى لما تستوي، بيفضل حجم العدسه يزيد لدرجه انه بيضغط على العصب البصري او بيعمل ارتفاع مفاجئ في ضغط العين، وبنحتاج تدخل جراحي مباشر. دي بعض الناس اللي بيكون عندهم عرضه. بعض الناس للاسف اللي عندهم استجابه عاليه للكورتيزون، اللي بيستخدموا قطرات مفرطه بصوره عشوائيه من غير اي اشراف طبي، بيبدا يحصل عندهم ارتفاع في ضغط العين لدرجه ان بعضهم بيجي لنا وهو حصل تاكل كامل في العصب البصري. يبقى باختصار العلاج يا اما علاج دوائي مجموعه من القطرات، يا اما ليزر، يا اما تدخل جراحي بناء على مستوى ضغط العين وعلى مستوى العصب البصري وعلى سن المريض وعلى عوامل ثانيه اخرى. ساعات بنلجا ان احنا نعمل اكتر من عمليه، سواء بنعمل ليزر مع جراحه او ميه بيضاء مع جلوكوما في عمليه. يعني اذا الموضوع زي ما قال الدكتور ان ده عباره عن بيرسونال فاريشن، او بتتغير المسألة في العلاج من شخص لآخر بناء على عوامل معينة الدكتور قالها. طيب حتى ننهي هذه النقطة، هل تؤدي الإصابة إصابة العين بالجلوكوما إلى أمراض أخرى في العين؟ يعني هل ممكن تعمل أشياء أخرى تانية، ولا هي بس تبقى أخطر حاجة ممكن تعملها؟ نعم. هي فقد البصر. نعم. يحصل ضمور كامل في العصب البصري وتصبح الرؤية زيرو، يعني المريض لا يرى الضوء. وأعتقد أن دي من اخطر الحاجات اللي ممكن تواجه، يعتبر كل الامراض جت يعني للاسف كده. وصلنا من شخص مبصر سليم الى شخص كفيف البصر، رغم ان احنا في القرن 21 وفي سنة 2015، الا ان احنا ما زلنا بنشوف هذا بسبب اهمال الناس وبسبب العشوائية في اتخاذ القرارات وبسبب قطرات بتستخدم بصورة ملهاش اي لازمة. يعني هنضرب مثل صغير خالص، ممكن يجي واحد عنده 14 سنة وبدأ يستخدم قطرة حساسية وعجبته وبقت كويسة، فبدأ يستخدمها لوحده
وهو من 10% اللي بيحصل عندهم استجابة للكورتيزون. يحصل ارتفاع دائم في ضغط العين يأثر على العصب البصري، يجي مشتكي من حاجة تانية بقى غير الحساسية، أنا ما بقتش شايف. ساعتها للأسف العلاج بيبقى صعب جدا جدا جدا. طب يعني إذن ما يناسب زيد لا يناسب عمرو. ما تقولش ايه القطر اللي عند اختي ولا عند اخويا دي كويسه برتاح عليها ترتاح عليها، لا لا لا، الكلام ده كلام فاضي. من فضل حضرتك المساله تعود للطبيب والطبيب المعالج والمتخصص في هذه المساله، مش اي حاجه يلا ايه نستسهل. ودي الثقافه الموروثه، واحنا بنقدم هذه البرامج وهذه الحلقات الاعلاميه من اجل التثقيف والتوعيه، او بما يسمى البيشنت اديوكيشن، التوعيه الطبيه. مشاهدينا، من اجل التوعيه الطبيه ابقوا معنا، ولكن بعد هذا الفاصل نستكمل معكم في حكيم عيون والمياه الزرقاء. مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك. اي جي ليزك، خبراء علاج ضعف الابصار في مصر والوطن العربي، احدث وسائل علاج ضعف الابصار على مستوى العالم. الليزك عالي الدقة، الفيمتو ليزك، الفيمتو سمايل ليزك، علاج القرنية المخروطية وزرع القرنية بالفيمتو ليزر، علاج المياه البيضاء وعمليات زرع العدسات بالليزر والموجات الصوتية. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا www.easylasic.com أو زيارة صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/easylasic. للتواصل 011-166-68-89 أو 011-157-0-157 أو 0062-67-47.